خلينا نتعرف على اخبار الطقس بالتفصيل في القاهره الكبرى وباقي المحافظات من زميلتنا هاله الحمامي. شكرا مصطفى. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، في فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان هيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق وسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. الجو لسه برد قوي، يعني الأرصاد وعدتنا أنه درجة الحرارة هتبدأ يعني تميل إلى الدفء من بدءا من يوم الجمعة، فإحنا عايزين نعرف تفاصيل الطقس من حضرتك. هو احنا بالفعل بدأنا تحسن تدريجي في درجات الحرارة، بدأت تدريجيا درجات الحرارة ترتفع. يعني احنا بالأمس كانت عظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، بعد ما كنا بنسجل 16 و17 اليوم متوقع تكون 19 درجة مئوية. خلال الأيام القادمة متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 20-21 درجة مئوية. فاحنا فترات النهار هنبدأ نحس بالتحسن في الأحوال الجوية، وتحسن تدريجي يوم بعد يوم هنبدأ نشعر بالتحسن ده، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فده بيساعد على مزيد من التحسن ومزيد من الإحساس بالدفء فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية كمان معظمها قادمة من مناطق صحراوية، فبالتالي بتخلينا نحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، ده بيكون فترة النهار. فإحنا بنحس بالطقس خلال فترة النهار إن هي أجواء معتدلة الحرارة على أغلب المناطق الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. المناطق الجنوبية طبعا بتبقى أعلى درجات حرارة من المناطق الشمالية، فبالتالي الأجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافية على جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبنبدأ ندخل في فترات الليل تبدأ تاني درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ خلال فترات الليل. رغم أن فترات الليل بدأ يحصل فيها تحسن في درجات الحرارة، إلا إحنا لسه في فصل الشتاء، فأجواء فترة الليل بتكون شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل تحولت من 8 ل 9 درجات، بدأنا نسجل درجات ما بين 10 وال 11 درجة مئوية. هو تحسن طفيف في درجات الحرارة فترات الليل، لكن لسه الأجواء شتوية شديدة البرودة فترة الليل على أغلب الأنحاء، خاصة كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح بيزود إحساسنا أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس فترات المساء وخلال ساعات الليل. صحيح. بالإضافة كمان أن مع الاستقرار في الأحوال الجوية دايما الظاهرة الجوية اللي بتكون مؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. كثافتها بتختلف من يوم ليوم، مهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر. كمان اليوم متوقع أن يكون فيه فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشماليه الغربيه، بعض المناطق من محافظه مطروح، لكنها فرص امطار يعني خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ممكن تحصل في اماكن والاماكن الاخرى لا. كمان في نشاط نسبي للرياح بيبدا فتره المساء تحديدا، سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، فقط بيزود احساسنا ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره. في اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فبدأنا نحس بالاستقرار في الأحوال الجوية. فترات الدفء خاصة مع سطوع أشعة الشمس تلاشي الفرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق، وده متوقع أنه يستمر إن شاء الله معانا على مدار هذا الأسبوع كله. يمكن كمان خلال الأيام القادمة تبدأ ترتفع العظمى على القاهرة الكبرى وتوصل ل 21 درجة مئوية، تبقى أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام. خلال فترات الليل أيضا هتكون أعلى من المعدل الطبيعي، لأن احنا نعتبر لسه في شهر فبراير، فبراير ايضا يعتبر ذروه فصل الشتاء، فلازم بيبقى فيه انخفاضات في درجات الحراره. ان شاء الله تدريجيا بقى مع بدايه شهر 3 تبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع، لان احنا خلاص بنودع فصل الشتاء وهنبدا ندخل على فصل الربيع. يا رب. مهم جدا
خلال هذه الايام لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر ما ننخدعش في فتره النهار. كمان لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، ولازم نتابع النشره الجويه دايما قبل ما نخرج من البيت، نعرف كثافه الشبوره المائيه وحاله الجويه. طيب دكتوره منار، ايه المناطق اللي هيكون فيها شبوره وهتقعد لغايه امتى؟ طبعا مع تكون الشبوره المائيه الاول بيكون في ساعات الليل المتاخر، بتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا بتبدا الساعه 3 4 الفجر، بتستمر معانا حتى الساعه 7 8 صباحا، تدريجيا بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي، يعني بتتحسن على الساعه 9 10 الرؤيه بتتحسن على اغلب الطرق. الطرق دي ايه؟ الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى محافظات القاهره الكبرى، محافظات سواحلنا الشماليه، مدن القناه، محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من وسط سيناء. المناطق دي كلها بتتكون على الطرق المؤديه من والى المناطق دي، بتتكون عليها الشبوره المائيه. فتره الصباح الباكر زي ما قلنا، ما في الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام، لان كثافه الشبوره المائيه ممكن تختلف من محافظه لمحافظه او من طريق لطريق. تمام. دكتوره منار، بالنسبه للصقيع اللي بيتكون على المزروعات، يا ريت حضرتك تدينا تفاصيل اكتر. بالفعل فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر بيحصل طبعا انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الاماكن الصحراويه زي محافظات شمال الصعيد اللي بيبقى لها ظهير صحراوي كبير، وايضا محافظات وسط سيناء او المناطق اللي موجوده في وسط سيناء، لان المناطق دي كمان درجات الحراره فيها بتوصل للصفر واحيانا تحت الصفر. لما درجات الحراره الصغرى بتنخفض لاقل من 5 درجات خلال فتره الليل، بيبدا الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في المناطق دي فتره الليل المتاخر حتى فتره الصباح الباكر. تمام. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10، في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، وفي العلمين الجديدة العظمى 19 والصغرى 10. أما في مطروح فدرجة الحرارة العظمى هتكون 17 والصغرى 10، وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11، في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، وفي الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 8. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 8، أما في العريش درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 9، في كاترين درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 2، وفي طابة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10، في حلايب درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، أما في شلاتين درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13. في شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13، وفي الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 7، أما في بني سويف درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 6، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى هتكون 7، أما في أسيوط درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 7، في سوهاج العظمى 23 والصغرى 7 أيضا، أما في قنا فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى هتكون 8، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 8، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 9. ودلوقتي أعزائنا المشاهدين نرجع لمصطفى ونكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر.